بدك تقتلنا؟ لا بدي العب معكم لعبة الموت. وهلا رح شيل رصاصات من قلب الفرد، رح خلي رصاصة وحدة وشوف براس مين رح تطلع. لا دخيلك، لا أنا ما بحمل. ليش هيك عم تعمل؟ ليش؟ فسر لنا. أكيد مش لأنه أنا وياها على علاقة. فسر لنا شو بدك؟ وليه هالقد بتكرهنا؟ أول شي رح أجرب الفرد براسي. صلوا إنه تطلع رصاصة، لأنه إذا طلعت رصاصة ساعتها أنتم بترتاحوا وبتروحوا على بيوتكم. بتكفوا حياتكم من مقرف الكذاب اللي مثلكم اثنيناتكم. صلوا. حاسكن عاطل؟ شو بدي أعمل؟ حاسكن عاطل كتير.